أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام، الأشواط والشوط الأول للمحليات ذهب مع شعار هجن الرئاسة مع قنادة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، وشوط المهجنات ذهب مع ثمينة لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياذ الهلالي. هذا هو الشوط الثالث، والشوط الثالث مخصص للإذاعة جعادين المحليات الأصايل على أرضية الميدان، ونحن مع هذا الشوط. مسافتنا 6 كيلومتر، جائزتنا للمركز الأول سيارة، وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نشوف ونتابع المقدمة، ناخذ اللي في المركز الأول في هذه اللحظات. الصنافي على المقدمة، ها هو الصنافي على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر راشد بن سالم بن بخيت الاجتبي. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني نشوف وناخذ اللي في المركز الثاني. سموي على المركز الثاني في هذه اللحظات لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياذ الهلالي. نشوف وناخذ اللي في المركز الثالث، وفي المركز الثالث أرى شعار سمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان على ظهر الرمادي بقيادة المضمر أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي. ونشوف المركز الرابع، المركز الرابع ناخذ اللي في المركز الرابع، شاهين على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مضمر شاهين السيد خليفة. لكن هنا دخول قوي من شعار العاصفة. انورخ وصل، انورخ يبى يورخ تاريخ من ذهب في هذا المهرجان لامبراطورية هجن العاصفة. بدت بأميرة واليوم مع عروبة، والآن هنا في هذا المساء مورخ موجود لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياذ الهلالي. ناخذ اللي في المركز الخامس، حشيم لهجن الرئاسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، مضمر هملولة الذي انتزعت كاس المحليات اليوم بهجن شعار الرئاسة. نشوف وناخذ اللي في المركز السابع، المركز السادس في هذه اللحظات. سراب وصل في المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر سعيد بن سالم الينيبي. المركز السابع ناخذ اللي في المركز السابع، سراب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر عبيد بن محمد بن ضبيعة الاجتبي. وفي المركز التاسع الحذر وصل في المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز العاشر الرايد وصل لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياذ الهلالي. هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع إلى المقدمة، إلى مقدمة هذا الشوط وإلى شعار هجن العاصفة. الشعار الملكي يفرض نفسه على مقدمة هذا الشوط. ديباج على المقدمة، ديباج لامبراطورية هجن العاصفة بقيادة المضمر غياذ الهلالي على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا ديباج، أداء متميز، حضور متميز من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. مرحبا أبو راشد، مرحبا أيضا بسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. مرحبا بالجميع في هذا المهرجان السنوي الكبير، ختامي المرموم في دانة الدنيا دبي. نرجع إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني حشيم
في المركز الثاني بشعار مؤسسة هجن الرياسة بشعار الحمر يمر ويعبر حتى هذه اللحظات إلى المركز الثاني بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيد بن زيتون المهيري. وفي المركز الثالث مورخ لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. وشوفوا الغادم الشامخ من المركز الرابع إلى المركز الثالث الشامخ لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. يا سلام يا غياث الهلالي. الجماهير المحبين لمؤسسة هجن العاصفة والجماهير يقولون لك مشكور يا غياث مشكور. وغياث يقول عندي المزيد. انتظروا في الثنايا انتظروا في الحول انتظروا في الرموز. غياث قادم مع امبراطورية هجن العاصفة بهذا الشعار الملكي الشامخ على المقدمة. بدأ يشمخ في المركز الأول لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز الثاني حشيم في المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيد بن زيتون المهيري. لكن الشامخ لاحت المنصة في عيونه قال باي باي هدى حافظ مع السلامة على هذا الأداء المتميز. سلام يا فزاع سلام يا غياث سلام يا امبراطورية هجن العاصفة سلام إلى ند الشبه سلام على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه هجن العاصفة. دائما هجن العاصفة أينما تذهب أينما ترحل هذه طريقتها دائما مع المراكز الأولية. تهانينا لمالك امبراطورية هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الناموس يا ابو راشد. المركز الثاني حشيم في المركز الثاني لهجن الرياسة. المركز الثالث مورخ لهجن العاصفة. وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن احمد المعلى. وفي المركز الخامس ديباج في المركز الخامس لهجن العاصفة. هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول الشامخ بعدما شمخ بهذا الأداء المتميز في هذا الحضور المتميز في هذا المساء من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. مرحبا ابو راشد في هذا المساء في هذا الحضور السامي. التوقيت الزمني ساعة وصول الشامخ إلى خط النهاية في زمن وغدره 9 دقائق ثانيتين 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة تهانينا للمضمر غياث الهلالي والذي وصل في المركز الثاني. حشيم قاطع مسافة 6 كيلومتر في زمن وغدرة 9 دقائق 6 ثواني و5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة تهانينا للمضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. مورخ في المركز الثالث 9 دقائق 8 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة تهانينا للمضمر غياث الهلالي. الشوط الرابع ينطلق